ليه الموسم اللي فات كان واحد من أسوأ المواسم التحكيمية؟ ليه؟ إيه السبب الرئيسي من وجهة نظرك؟ ليه من أسوأ المواسم؟ عشان شفنا أخطاء كانت مؤثرة في نتائج في الماتشات، أخطاء، أنا متفق مع حضرتك. مؤثرة في نتائج الماتشات، مش أخطاء بس، أثرت على نتائج بعض الماتشات. هقول لحضرتك على حاجة، طب أخطاء مؤثرة في أي دوريات العالم، في أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة. أنت عندك فار. أنا عندي فار طبعًا. طيب أنت بتروح للفار وبتعاند وبتاخد القرار برضو الغلط، لا ما ودي مش حصلت. هو مش موضوع عند، ما فيش حكم بيعند، امال ايه؟ طيب ما فيش حكم في مصر بيعند او في العالم بيعند. امال ايه؟ طيب هو الحكم بيجيله احيانا بيجيله صوره، وعمرنا ما بنعتمد على الصوره في الفار، طب بنعتمد كذا صورة على كذا صوره، وكذا زاوية وبنعتمد على وخطوط. صوره متحركه او فيديو بمعنى اصح. تمام، في حكم بي 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 من وجهه نظره ان قراره اللي خده في الملعب هو السليم نتيجه ان هو شافها من زاويه معينه، وهي نفس الزاويه اللي جات له في الفار، جات له زاويه مغايره، فهو بالتالي ما اقتنعش فاتفق على قراره. طب ليه انت مش عاجبك لما قلت لك انه واحد من اسوأ من اسوأ المواسم التحكيميه؟ مش اصلي من اسوأ المواسم دي، يبقى الموسم كله اخطاء 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 اخطاء. لا في ايجابيات، بس الموسم ما كانش حلو. ما كانش حلو، متفق ما معاك، كانش حلو. ماشي ايه متفق السبب معاك. بقى؟ انتوا كان متوفر لكم كل حاجه السنه اللي فاتت دي، رئيس لجنه حكام اجنبي، راجل فير ملوش، ما يعرفش حد، كان بيشتغل وبيعين الناس بدون ما، لا عارف ده ولا عارف ده ولا عارف ده، بيشتغل على امكانيات كل واحد بس. طبعا هو كان عامل تصنيف، وكان ماشي بسيستم معين، وكان ماشي بنظام، تمام كده. وهو الراجل يعني شغل الاداري بتاعه كان قوي شاطر جدا، فيه، شاطر جدا في لكن الاداريه. الفني ما كانش فيه خالص. هو دايما احنا بنقول يقال او هم قالوا او هو الراجل بتيجي تكلمه يقول لك انا مش جاي عشان اقدم محاضرات، انا مش جاي عشان اعمل مش عارف ايه. طب حضرتك ما يتعمل ايه؟ جاي اعمل نظام، جاي يعمل تصنيف، جاي اطبق لك، اعمل لك، انقل لك التجربه اللي عندي بره، انقلها لك، انقلها عندك. فالتجربه بتاعتي بره ان في تصنيف وفي حكام في بيلعبوا في الدوري الاول عندي، بعمل لك تصنيف، في حكام دوري قسم تاني بحطهم لك عندي. فالراجل جاي يشتغل بسيستم، تمام؟ السيستم دوت انت حضرتك حط لي بقى جواه الداتا بتاعتك. كان شغال كويس؟ بالنسبه لي اداريا قوي جدا. أقول لحضرتك كان كويس جدا يعني. بيريرا كان شاطر. مع حضرتك بتصنف إداريا وفنيا. انا عايز إداريا، الاثنين، وهو وانا جايب واحد ايه؟ هو عامل بقى لجنة انا هعمل فنية، لك حتة واسيب لك حتة. عامل لجنة فنية، هو عامل لجنة فنية، تمام كده. طبعا طبعا في حضرتك بتقول في أخطاء، طبعا في أخطاء كتير جدا، تمام. في تسقيف للحكام، ما بيتمش التسقيف للحكام ما كانش بالشكل في المطلوب. معسكرات؟ ما كانش في معسكرات ليه؟ طول الموسم، ما فيش معسكرات. ليه؟ اللي انا اعرفه ان الطلب معسكراته ما توفرتش. الطلب من مين؟ اتحاد الكوره؟ هو قال ان الطلب معسكرات، حتى هو قال على الهوا، طلع وعمل مداخلات اعتقد برضه في اكتر من برنامج، وقال انا طلبت معسكرات ما توفرتيش، طلبت مش طبعا. بالاضافه طبعا المشاكل التانية الخاصه بقى بالبدلات، والخاصه بفلوس الحكام اللي طول واحده. السنه. اللحظه اللي بتتكلم فيها دي دلوقتي، دي دلوقتي ليكوا فلوس؟ لا هو لغايه النهارده خلاص كده تم صرف جميع المستحقات مستحقات الحكام بتاعت السنه اللي فاتت، بتاعت السنه اللي فاتت. يعني ما حدش ليه حاجه خالص؟ لا 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 لا، طب ده كلام محترم على فكره، كلام كويس. بس المشكله عندنا احنا في في مصر، الحكام المستوى الاول مش دايما بيسالوا على البدلات بتاعتهم، لان هي كده كده محطوطه متسيستمه. كمان السنه دي بقى في نظام بنكي بيتعمل وبتصرف عن طريق البنك. في اقسام تحتينا، في حكام تحتينا اللي هو القسم الثاني التاني والتالت، محترفين وممتاز بيه، التاني والتالت تحت بالمسميات الجديده. سيبك من المسميات الجديده، ماشي. هم دولت اللي دايما بيعانوا، لان دولت اكتر ناس بيتعبوا التنقلات. في التنقلات بشكل يعني دول مبالغ مش واخدين فلوسه؟ دولت طول السنه ما كانوش بياخدوا، لكن اتصرفت مؤخرا. لكن اتصرفت. بس هو عايز فلوسه في توقيتها. مش هصرف من جيبي. بالظبط كده، ان هو صرف الاول وفي الاخر اخد فلوسه. فطبعا دي بالنسبه له مرهقه ومتعبه، لكن الفلوس صرفت. لا اتصرفت طبعا، اتصرفت. طبعا مفيش حكام ليها.